القصة دي كلها الحمد لله انتهت والجدل خلص بأنه الرئاسة طلعت منذ قليل أو بعد فترة من نشر الخبرين وبعد الخبرين اللي كانوا موجودين دول، وقالت أنه ده ما حصلش، وأنه كان تقريبا الساعة 8 لما خرج التصريح للمتحدث الرسمي لجريدة المصري اليوم السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، نفى الخبر تماما موقع وكالة يعني زي ما شفناه في المصري اليوم. نخرج من الخبر ده ونروح لموقع وكالة الأنباء القطرية بعنوان الخبر اللي موجود فيها أمير قطر يعين أخي نائبا له. خبر بيقول أنه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أصدر أمر أميري النهاردة بتعيين أخوه غير الشقيق شيخ عبد الله بن حمد الثاني، عنده 26 سنة، نائب ليه، ودي المرة الأولى اللي بيعلن فيها أمير قطر من وقت توليه الحكم في نص السنة اللي فاتت تعيين نائب دائم ليه. والخبر كمان بيتكلم عن تفاصيل أكتر عن النائب الجديد، وإنه الشيخ عبد الله بن حمد بن خليفة الثاني مولود سنة 1988، هو النجل السابع لأمير قطر السابق شيخ محمد بن خليفة الثاني، وحاصل على بكالوريوس السياسة الدولية في جامعة جورج تاون الأمريكية. نكمل جولتنا مع حضراتكم في العالم العربي واللي بيحصل فيه من جريدة الشرق الأوسط، وعلى ما يبدو أنه الأكراد نجحوا في أنهم يصدوا تنظيم داعش في مدينة عين العرب كوباني الكردية. تفاصيل الخبر بتقول أنه المقاتلين الأكراد نجحوا في أنهم يدافعوا عن مدينة عين العرب السورية في استعادة السيطرة على شوارع وأبنية في جنوب المدينة الحدودية مع تركيا يوم الثلاثاء بعد اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش، حسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. مدير المرصد رامي عبد الرحمن اكد على ان وحدات حمايه الشعب الكرديه تمكنت من استعاده السيطره على شوارع وابنيه في جنوب عين العرب بعد اشتباكات عنيفه مع تنظيم داعش بدات يوم الاثنين واستمرت لحد النهارده الصبح. في كمان يعني في موازاة ذلك ذكر المرصد في بيان إلكتروني أن وحدات حماية الشعب وقوات البشمرجة اللي بتقاتل لجانبها في مدينة كوباني قصفت النهاردة نقاط تمركز لتنظيم داعش اللي قصف بدوره عدة مناطق في عين العرب. نفس السياق أكدت قائدة القوات الكردية في مدينة عين العرب أن قواتها هتقوم بتطهير المدينة بالكامل من عناصر تنظيم داعش. ده الخبر اللي موجود في جريدة الشرق الأوسط. نخرج ونروح للصحافة العالمية، والخبر الأول من CBS الوكالة الأمريكية عن المزاد اللي هيتم طرحه في هيتم طرحه على ثلاث دمى لأسامة بن لادن صممتها المخابرات الأمريكية في العملية اللي تم الكشف عنها من حوالي 6 شهور تحت الاسم الكودي عيون الشيطان. لو حضراتكم تفتكروا احنا عرضنا معاكم تفاصيل الخطة دي ساعتها واللي كانت نشرها واشنطن بوست في الوقت ده. كشفت صحيفة واشنطن بوست وقتها نقلا عن مصادر داخل المخابرات الامريكية انه عملاء CIA، كنا على فكرة اتكلمنا مع حضراتكم كمان في الموضوع ده، صمموا دمية لأسامة بن لادن سنة 2006 صنعوها في الصين، وكان الغرض من بيع الدمية حاجة ممكن ما تخطرش على خيال حد. الدمية مصممة بحيث تصاب أو يحصلها تقشير بيتساقط طلاء الوجه فيها علشان تكشف عن وجه أحمر اللون عليه رسوم مرعبة تصيب النظر إليها بالرعب والنفور من أية أسامة بن لادن لحد ما الموضوع يتقلب بجد والناس تكره أسامة بن لادن الحقيقي. مشروع المخابرات الأمريكية بدأ سنة 2005 وانتهى في 2006، وكان بطله أحد أهم اللي ساهموا في إنتاج دوما شخصيات الكرتون والكوميكس الشهيرة دي آي جو، وتم استغلال خبرته اللي امتدت لـ60 سنة في مجال الدوما والرسوم وتصنيعها، والعملية حملت الاسم الكودي عيون الشيطان. دلوقتي هيتم طرح 3 نسخ من الدمية دي في مزاد علني، وهيتم الاحتفاظ بـ3 نسخ تذكارية منها، نسخة عند البنتاغون، نسخة عند المخابرات الأمريكية، ونسخة عند
احدى دور المزادات. والخبر ده الحقيقه فيه بس يعني حاجه ممكن نتوقف عندها مهمه، فكره انه دايما ان احنا بنقلل من يعني نظريه المؤامره، او بنقلل من انه في الاخر دي لعبه، في الاخر دي ده كرتون، في الاخر دايما بنبص للحاجات دي بشكل كده يعني بنبسطه، الا انه الواقع بيقول غير كده. الواقع بيقول ان المخابرات الامريكيه بتهتم بالحاجات اللي احنا بنشوفها بسيطه وبنبص عليها على انها تافهه، وبتتعامل معاها بجديه شديده، وبتعمل لها مزادات، وبتحتفظ كمان بنسخ من هذه الدمى. تقريرنا اللي بعد كده من الاندبندنت البريطانيه عن الفيديو اللي تم بثه من سوريا عبر شبكة شام، وبيظهر أحد الأطفال وهو ملقى على الأرض وبتعرض للقصف على إيد قناص مجهول، اتقال إنه من الجيش السوري التابع لبشار الأسد. بعد تعرضه للقنص بيقوم مرة تانية وتالتة علشان تكتشف إنه لم يتم قنصه، وكان بيمثل إنه اتقنص. إيه هو السبب؟ علشان ينقذ طفلة أخرى اتقال إنها أخته كانت مستخبيه ورا العربيه. خلونا نشوف الفيديو ده. شوفي هون اجى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هرب يا شباب. لك شفت شلون اطلق النار عليه؟ شايفين؟ الكلاب حيوانات والله كلاب. شايف شيء؟ شايفين شيء؟ رجعوا لورا. ديروا بالكم رجعوا ورا. لا حول ولا قوة الا بالله. شباب شباب عم يتحرك. نعم عم يتحرك. لك هذا حي ولا مو ميت؟ حي عم يتحرك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ما تصدق. لا حول ولا قوة الا بالله. مات الصبي. لا حول الله مات الصبي. عم يتحرك. عم يتحرك. لسه يتحرك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. مات فيه. الله اكبر الله اكبر. ايه هربوا. لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر شباب. شفتوه؟ الاندبندنت سالت خبير في شؤون مكافحه الارهاب، وقال انه الفيديو ده ما فيش له اي لحد دلوقتي آلية استساق تقول هل هو حقيقي ولا هو مش حقيقي، يعني وهل تم اعداده وتمثيله ولا هو حقيقي، واذا كان حقيقي فما نعرفش تحديدا مين هو الطرف اللي بيحاول ان هو يموت الطفل اللي هرب بصوره سينمائيه ونجا باخته. الحقيقه بس هو الخبر الفيديو ده بيفكر بخبر كانت برضو الاندبندنت البريطانيه نشرته من فتره لجندي عراقي برضو تم القبض عليهم من خلال تنظيم داعش، هو ومجموعه اخرى، والمجموعه وتم قتلهم واعدامهم وهو عمل نفسه ميت، وفضل ممثل ان هو جثه هامده الى ان ابتعد الناس اللي كانوا بيقتلوهم والظلام دخل وقدر ان هو يهرب ويحكي تجربته. فيبدو ان ده حاجه متكرره في المنطقة، ممكن يبقى الطفل فعلا حس بكده بحس بخطر اضطر ان هو يعمل كده. يعني دي مش يعني ممكن تكون حقيقية حتى ولو في حد شايف انه لسه لم يتم الاستساق، وده كان الفيديو اللي قدامنا زي ما حضراتكم شفتوه. خبر التالت في صحافتنا الدولية من بي بي سي ماجازين، وهو لهواة الساعات. مش هنحرق تفاصيله، ولكن الموضوع ببساطه بيستعرض تركيب واداء اعقد الساعات على وجه كوكب الارض، وازاي بتشتغل، ونظام تحديد المواقيت والساعات والتاريخ والتواريخ فيها بيتم ازاي. خبر لطيف جدا لهواة الساعات، وادي الصوره قدامنا حضراتكم تقدروا ان انتوا تقروا من عليها.